تابعونا في تويتر @radiosummer وغردوا معانا. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا. مع تحيات فريق راديو سمر. برامجه ألحان بتعبر عن كل زول سوداني. تحية الحب والتقدير لكل الناس اللي بتسمعنا عبر أثير راديو سمر. التحية مني أنا ابتهاج السنوسي في برنامج لمحة ضي. لمحة ضي برنامج بيستلهم وهجه ونوره منكم ومن مشاركاتكم الفاعلة. تحية لكل الناس اللي بتستنانا على جروبنا في الواتساب. تحية الود والتقدير لكل الناس اللي بتحب تعمل لنا لايك وفولو على الفيسبوك. تحية مليانة حب وتقدير للناس اللي برضو بتحب تتابعنا على تويتر، على اليوتيوب، على موقعنا في الساوند كلاود. تحية مليانة حب وتقدير مني أنا خلف المايكروفون وكل الفريق العامل على رأسهم الأستاذ صابر فاولو. تحية مليانة، خلينا نذكر كل الناس اللي بتحب أو انضمت لنا على الركب جديد إنه إيميلنا www.radiosummer.com. أقول الإيميل مرة تانية www.radiosummer.com. حباب الناس اللي بتحب ترسل رسالة صوتية أو رسالة نصية على الواتساب، رقمنا 00249-99-55-55-901. أقول الرقم مرة تانية 00249-55-55-901. حباب الناس اللي بتلفت الرادي على الموجة القصيرة 11965، رقم تردد الموجة 11965 كيلو هرتز. حلقة الليلة بتدور تفاصيلها ومحاورها حول مفهوم بنحتاج له كلنا، أيا كانت وكيف ما كانت الأمور، بنحتاج إنه إحنا نتدارك نفسنا في لحظة من اللحظات. السودان على صفيح من نار، الثوار على جمر القضية قابضون. خلينا نحيي كل الناس اللي طلعت صدورة مكشوفة شايلة هم الوطن مسبار. خلينا نحيي كل الناس اللي على قلبها وجع سوداننا، آلمة سوداننا وبتعتصر هما وألم. تحية لأمهات الشهداء ضحوا بعيالهم، تحية لزوجات الشهداء فقدوا رجالهم، تحية لأطفالنا الرضع، أطفالنا الصغار الهتفوا في ميادين السودان المختلفة في مدن السودان وفي العاصمة وفي كل بقاعك يا بلاد الحبيب. نثور ضد الحرامية، ضد حكم العسكر، ضد الدكتاتور، نثور ونثور ونثور. ولكن في لحظة من اللحظات وفي وقت من الأوقات لازم نقعد تحت ونراجع حساباتنا برانا. لكل زول قضية، وكلنا بنتلمى في قضية الوطن الغالي، لأنه الحصة ببساطة وطن. درسنا الناس في كل مقاسه بكل أشكالنا درس في القمة وفي العطاء، لكن هذا العطاء وهذه الدروس الغالية اللي إحنا بندرسها للناس محتاجة مننا مهارة ذهنية شخصية يتسلح بها شبابنا وشاباتنا. التحية للشفاتة، التحية للكنداكات، التحية لكل زول ترس، التحية لكل زول حفر خندق، التحية لكل زول جر مرق ولا شال مكشاشة ولا شال الله عصاية ولا وقف سقى كوباية موية باردة لثائر من الثوار. التحية لمرة ملصت توبة ولفت به جرح مصاب. تحية لزول طلع عمته رمز شموخه وطنيته السوداني عشان يلف بها مصاب اتكسرت ايده ولا تلوت يده. خلينا نحيي بلدنا، خلينا نحيي قدر شنو انه احنا الوقت ده وقت ما بس
حالتنا السودانية متشبعين بها في معطيات الثورة وحالة وتختفي، ولكن الثورة السودانية قامت لأنها ثورة وعي بالمقاس الأول. أنت وأنا وأنت وكل زول بيسمعنا الآن في حلقة اليوم، نحن مدعوين لحلقة عنوانها بعيونك. بعيونك حلقة نتناقش فيها عن كمية الوعي اللي بين شبابنا ونشيد بالوعي ده، وهل نحن محتاجين مزيد من الوعي؟ هل نحن في تفاصيل سوداننا الحبيب محتاجين إدراك؟ هل محتاجين نشوف بعيون أذهاننا؟ ليه قال الكتاب المقدس بعيون أذهاننا؟ هشنو البصيرة الروحية؟ هشنو قدر أنا أشوف بين السطور؟ هو شنو القدر أشوف بين الشي المطمور؟ لأنه مرات كثيرة يظهر في السطح زول بيقول كلنا للسودان وتسقط بس، لكنه قد يكون مدسوس. كيف أكتشف حقيقة الزول القدامي والوراي واليميني والشمالي وأنا جاري في الصف؟ لأن السودان يهدر هدير غادر لكل ظلم وطغيان، لكن ما كل الناس سوا، فأنا محتاجة إنه أتسلح ببعض المهارات الحياتية البسيطة الأقدر أضوي بيها حياتي ولحظات الأنا بعيشة ونحن على ظل التغيير. ستشرق شمسك يا بلادي، مليانين حب وطن، مليانين دفء وأمان بيك يا سودان، بالرغم الجوع، بالرغم التعب، الغلا، ما في غاز، ما في كهرباء، لأنه ثورتنا ما ثورة جياع، ما مرقنا عشان جعانين، لكن مرقنا لأننا مركعين، ما طلعنا لأنه ما في دواء وعيانين، مرقنا لأننا مظلومين ومسروقين. أولئك الذين نهبوا مقدرات الوطن. نحتاج إلى الكثير والمثير حول تفاصيل حلقة اليوم. تحية ودعوة لك مفتوحة في حلقة تفاعلية نستلهم منها بمشاركاتكم الفعالة حول موضوع الحلقة بعيونك. بعيونك شايف شنو الآن؟ شنو اللي محتاج ليه الشاب؟ شنو المحتاجات اللي الشاب؟ هل دوري معتصر بس ومقتصر بس في إنه نقيف ونزغرت وندي كوباية موية، ولا نعارج مريض، ولا نهتف ونكون كنداكات أقوى ونكون رائدات أقوى؟ دوري أكيد فعال، دورك أكيد فعال. شاركينا برأيك، أدينا مقترحاتك. راديو سمر منصة حرة تقدر تعبر فيها عن رأيك ومقترحاتك. اتفقي معانا أو اختلفي معانا في مضمون ومحتوى الحلقة، لأنه اختلافنا أو اتفاقنا لن يفسد للود قضية. كل الحب والتقدير مني أنا كتير، ونحن بنتناقش في موضوع حلقة الليلة، ونحن بنطرح سؤال الحلقة وعيده تاني: إلى ماذا يحتاج شبابنا في ظل الظروف الحالية والصور الغامتة والصور الماواضحة والشوف وتخبطات الأحزاب السياسية وتخبطات الأحزاب والناس اللي موجودين؟ تحية حب لكل زول بيسمعنا، تحية لكل زول بيشاركنا برأيه. نحيي عبركم كل الثائرات وكل الثوار، ونحن بنتناقش في موضوع حلقة الليلة. قبل ما نبدأ المشوار نطلع فاصل صغير ونرجع تاني، خليكم قراب. على راديو السمر نرحب بآراءكم واقتراحاتكم، وتعرف على موجات بسنا وتوقيتاتنا من راديو السمر .com. سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة. مع تحيات راديو سمر.
أرجع بك من ديقا وأرضيك وأرجع حصل في طريقك يا رب مهما الأمر أرجع بك من ديقا للناس اللي كانت على الأثير حتى قبل ما نبدأ الحلقة. تحية لكل زول بيرفع شعار النصر وبيأيد وبيدعم حب الوطن فيه وجاري مليان وفخور بأنه سوداني، سواء كنت
انت جوا السودان او برا السودان تعتصروا حبا وألما. عايز اقول لك انه ما فات الكثير, ونحن من برا وكلنا من برا بتقدر انك انت تقيف وتبادر وتشارك باي شكل كان, بالرغم من المهددات, بالرغم من القيود اللي بتفرض, ما شكل قيود بتفرض على السودان زي ما انت موجود في السودان, لكن لما تكون برا فانت محكوم بقوانين ونظم برا. خليني احيي عبركم الاستاذة الجميلة الاستاذة تويا, تويا ود الخير, او الاستاذ تويا ود الخير, بيحيينا وبيحيي البرنامج وبيحيي الناس وبيحيي وبيرحب بالحلقة. شكرا لك, سعيدين ومبسوطين انك تكون حضور انيق عبر حلقة اليوم. وكمان خلينا نحيي الاستاذ ابراهيم سابو. استاذ ابراهيم, بعيونك كيف ترى ما تقول اليه مآلات هذه الثورة؟ شايف شنو انت بعينك, انت شايف شنو ببصيرتك ومعرفتك ودرايتك وخبرتك وادراكك, شايف الصورة كيف؟ ارسم لنا صورة, خلينا مع بعض نتشارك فيها. كيف بترى الصورة بعيونك؟ هل انت مدرك, هل انت بوعي كامل لما تقول اليه يعني هذه الثورة؟ هل سيتم تركيعنا وارجاعنا للمربع صفر او مربع ناقص 5 وناقص 20؟ هل سنرجع الى تلك العصور البائدة الظلامية اللي فيها قمع وقتل وتركيع؟ هل احنا حنخاف ونجبن ولا لسه حنستمر؟ تحية مليانة حب وتقدير للناس اللي بتتابعنا عبر مجموعتنا على الواتساب, باش مهندس ريم, الأستاذ عبد الغني, وأستاذ هيثم, وأستاذ العزيز مصعب. مصعب بيقول لنا إنه الثورة لسه مستمرة وبعيوني شايف بكرة حيكون أحلى. تحية الخير والود والتقدير لك أستاذ مصعب, وأنت يعني بتشاركنا في بداية الحلقة على مجموعتنا على الواتساب في واتساب لمحة ضي, بتقول لنا انه شايف انه بكرة حيكون احلى بالرغم غتامة الصورة. بعيونك شايف كيف؟ بعيونك شايفة كيف؟ مرات كثيرة بيكون لما زول يسأله يقول لي بعيونك شايف كيف, بيتكلم عن الادراك, عن البصر الادراك, يعني انا بس بعيوني الاثنين ديل شايف مثلا شنو, حتى لو في حيطة ممكن ما اشوف فيها. لكن في ناس تانية شوفة متجاوز الحواجز, والشوفة اللي بيكون متجاوز الحواجز شوف ثاقب, شوف انت بتقدر تشوف بيه ما بين السطور نور. هل انت قاعد تقرأ كده؟ عايزين نشجع امهاتنا اللي بيكونوا خايفين علينا لما يسمعوا انه قدر شنو ولد فلانة دي قتله, وام هنا ثكلة, وفي زول هنا قاعد يكورك يعتصر ألم على وجعه. أكيد ده حقيقي بيخوف أي أم, لكن عايز أقول لك يما, عايز أقول لك يا أختي, عايز أقول لك لو أنت زوجة لمناضل أو ثائر ما تخافي, أصل مهر البلد غالي, وأصل دايرين نجيب حرية تمنى نحن. عايز أقول إنه مرات كثيرة الزول بيقول يعني أنا كان متى هيتصلح على السودان. عايز أقول لك محتاجين نفهم إنه إحنا ما دايرين نموت ولا بننادي بالموت ولا عايزين زول يموت, لكن بنقول إنه محتاجين نرفع كمية الوعي والإدراك بإنه إحنا مصيرنا مصير مشترك وحنطلع كلنا. والبرنامج ده والحلقة دي بالذات الليلة موجهة لك لو أنت عايش في بيت وإنت وعيك بذاتك وإدراكك بذاتك مختلف عن ناس بيتكم. يعني مثلا ناس بيتكم هم بيميلوا إلى كل ما هو إلى كل ما هو يعني إلى كل ما هو كيزان وحكومة سابقة وعسكر ولا يرجعوا وكده. ما في مننا ناس كتار قالوا أخير حكم البشير. عايزة للناس ديل نرسل لهم رسالة ونقول إنه وقت حكم البشير في تجويع, وقت حكم البشير في تركيع, وقت حكم البشير في إزلال وقمع وإقصاء. ممكن تكون ما حاسة به في الخرطوم, لكن لو مشيت للمعسكرات بتاعت النزوح في جبال النوبة, في الأماكن المحررة في الجبال, في الكراكير, لو انت حسيت به وانت في دارفور, لو انت حسيت به وانت في يعني قام عندك في بورسودان اللي الناس بيفتكروها قريبة وش السودان الشرقي, لو انت في كردفان ونضان من جن راكب جواد, انت كنت عرفتها انه في زمن عمر البشير سيء وأسوأ. وعايزين نقول كده ببساطة محتاجين نفتح
عيون أذهاننا، نفتح بصائرنا ونفتح ونشوف بعين تانية مختلفة إنه زمان ما كان أحسن من أسي، بل بالعكس زمان كعب وأسي إحنا حاليا معصورين بين المطرقة والسندان، بين البندقية وبين الرصاص وبين الموت وبين التعب. لكن بكرة في يدين الله اللي حيحكم على السودان بأنه أفضل، بكرة لسه ما جاء، وطول ما هو ما جاء عنده احتمالية أنه يكون أفضل. متى عاين لبكرة وتحكم عليه بعيون الليلة بخبراتنا السالبة؟ سوداننا مليان بثورات مجيدة، سوداننا مليان بانتفاضات، محتاجين نرفع الوعي بين شبابنا ونعرف أنه إحنا لجوءنا الناس لما تلجأ لأنه إحنا لا إحنا طلعنا، لا نحن قلنا للظلم، لا لا وقفنا البندقية. الصور اللي بتبث حول الموت واللي بيقولوها واللي بيجيبوها واللي بيخوفوا فيها الناس عشان ترجعنا ورا، بس نحن تاني ورا ما راجعين، ورا ما راجعين وللظلم ما راكعين. نحن بنشل حملة عشان نعزز بها استخدامنا الآمن لحقنا الدستوري وحقنا في إنه إحنا عايزين بلدنا تمشي قدام، عايزين بلدنا تنضح بسماءات الحرية، وعايزين نقول إنه مهما طال الليل، مهما كان في ظلام، بكرة حيكون أفضل، بكرة حيكون أجمل. حنتعب الليلة عشان عيون أولادنا ما تضوق الهزيمة، هزيمة في إنه أنت شايف مقدرات الوطن تنهب نهارا جهارا بمطار الخرطوم، بتصدر الذهب ويصدر البترول وعائدات الثروه السمكية النفطية الحيوانية الزراعية الصمغ أي شيء في السودان أكله، ونحن قاعدين غبش وتعابة وغلابة. الضنك العاش فيه هو أبوي وعيشني لي أنا تاني ما داير أعيشه لأولادي. بتتفق معاي بتختلف معاي تظل وجهة نظر شخصية، لكن أنا حأقول كده بأنه أنا محتاج أرفع وعي، أنا محتاجة أرفع رقبتي أعلى من أنه أنا غاطسة في همومي. العملوا فينا شنو؟ خلوا الزول راسه يلف عشان يجيب دواء ويفتكر أنه الحكومة ما جابت الدواء ده هي الحكومة الكعبة. أنا حأتكلم في سياسة. حبوبة كان قالت لي يا ولدي افتح لي الرادي. عمي صلاح قالت لا افتح لي الرادي. قال لا رادي ليش نو افتحه لك يما انت مالك ومال السياسة. قالت لي انا ما عندي شغل بالسياسة ولا بكرة ما شامشي البرلمان، لكن الكلام داخل في حلتي وفي جبنتي وفي مفراكتي وفي دواي وفي متوضية وقاعد في الموية اللي بتوضى بها دي، وليه جارتي ماشا جاملة واغمت لي زول في حق البيكا. نحن ما شعبي عشق السياسة ولكن نعشق الحياة والحرية والجمال والطيبة. لو في عدالة ولو في إنصاف نحن ما دايرين شيء، بنشتغل بنشمر سواعدنا ونبني سوداننا، لكن حتى الناس اللي بتسعى تشتغل وتحفر في الصخرة وتحفر في الرملة وتحفر في الصحراء وتنقب في الجبال ما خلوها. عشان كده قلنا إنه ثورتنا دي ثورة وعي، ثورة السودان ثورة وعي، وعي قايم على إنه الشباب حتى لو أبوه تبع الحكومة هو بقول لا، خلينا نحيي الثورجية القاموا من بيوت هي تبع الحكومة لكن هم قالوا لا، وخلينا نحيي زوجات كانوا عندهم رأي مختلف تماما ما عاشت تحج جلابية راجلة عشان بيجيب لها شوال السكر وبعالجة في المستشفى الفلاني، لكن هي شايفة حال أهل الغبش والتعابة. امبارح كنا بنتكلم عن استير اللي ربت وتولدت في زمن السبي وقالت للظلم لا، وقدرت بحكمتها انها تخلص شعبها من اكبر إبادة كان مخطط ليها هامان. أشجعك عزيزي المستمع أنك تطلع على برامجنا المختلفة من الصباح مع الزميل هيثم حسن في برنامج همسات صباحية بيجي كل يوم أحد واثنين وثلاث وأربع وخميس. أشجعك كمان أنك أنت تتابع الزميل سمعان محجوب في برنامج دول العصر اللي بيجي كل يوم من الساعة 5 لحد الساعة 6:30، وكمان نتابع برنامج أوريتية بلغة الفور، وأنا بجيكم كل يوم أحد واثنين وثلاث وأربع من الساعة 3 لحد الساعة 4:30. رأيك شنو؟ إنه هل فعلا نحن بنحتاج مزيد من الوعي؟
هل محتاجين نفتح بصائرنا وعيوننا ونشوف الصورة صح، ولا احنا قاعدين نشوف الصورة مقلوبة؟ انت لما تتناقش مع الشباب هل قاعد تحس بانه فعلا الثورة دي ثورة وعي، قايمة على وعي وإدراك بأنه حتى لو أنا وضعي كويس، حتى لو ناس بيتنا، حتى لو أنا ما عندي مشكلة، لكن أنا بتكلم على جيلي سواء لما أقارن نفسي في السودان أو أقارن نفسي بشاب برا السودان. لو أنا قارنت نفسي مع شاب في السودان بلقى نفسي أنه أنا وضعي أحسن أو وضعي أكعب. هل كل السودان زيي ولا السودان شكله مختلف عنك؟ لما أنت تقارني نفسك كشابة في عمرك عملت شنو، أنجزت شنو في بلد تانية، هل أنت قاعد تقارني نفسك بها بالفرص المتاحة في العمل، بالفرص المتاحة في حق التعبير عن النفس، بالفرص المتاحة في التمثيل للشباب، بإتاحة الفرصة للتحدث في أماكن اتخاذ القرار ولا لا؟ على فكرة إحنا كسودانيين حصلنا مرحلة الإحباط في كل ما يدار حاليا. يعني ما في زول حيطلع لنا يقول لنا الحزب الفلاني عنده برنامج سياسي كده كده نمشي له. نحن محتاجين نفتح عيوننا قدر الريالة بعشرة الجنيه التعريف الزمان الكبيرة ديك، محتاجين نفتح عيوننا كبيرة نشوف شنو الصورة حولنا، شنو المعطى حولنا، شنو الفرص حولنا. الثورة دي فرصة ليك وفرصة ليك وفرصة لنا كلنا مع بعض إنه إحنا نطلع نطالب بحقوقنا كشباب، نطالب بآليات التعبير السلمية كشباب. وعايز أقول لك لو زول قال لك شيل سكين شيل فرار شيلوا تشكموا بعجوا ريحوا، قول له لا بوعي شديد وبإدراك شديد. أفتح عينك، أفتحي عينك بعينك بعيونك، قول له لا نحن طلعنا سلمية ضد الحرامية، لدارين ظلم، لدارين أهلنا في دارفور قالوا ألمي بارد شق الدلو، الصبر والكلام اللين بيصرف الغضب، كده الكتاب المقدس قال. أي نعم نغلي ثورانا وبركانا من الظلم الجانا ومن الوجع اللم علينا وغطانا، لكن اتأمل معاي وارسم ليك صورة وانت شايف النيل فيضان هايج، كده كانت الجموع طالعة وغادرة. لو في زول قاعد يقول لك يا اخ ما تطلع يا اخ، طلعوا ديل القحاطه ديل طلعوا ديل الناس الدايرين، الموضوع ما قحاطه ولا كيزان ولا عسكر ولا موضوع، انه احنا ناس بنطالب بمدنيه بسلميه بعداله بانصاف بحياه اجتماعيه كريمه، اعيش في سوداني ما ذليل ما خاضع. ده الدايرينه، ده اللي بنسعى له، ده اللي بنطلبه، ما طلبنا شيء قاسي، ما صعب علي. من حقك إنسان حر الإرادة، الله جابني في السودان وحبان هذه الهبات الطبيعية الإنسانية الوجودية، من حقي أطلع وأطالب بها. أنا ما بقول أدوني منصب في القصر الجمهوري، أنا ما بقول بقوني رئيس فلان على اللجنة الفلانية العلانية، أنا بقول أنا شاب، أنا عايز أتعلم، أنا عايز أصقل مهاراتي، أنا البلد دي حقتي، أنا أكون مشمل في الخطة الإسكانية، أنا أكون مشمل في الخطة العلاجية، أنا أكون عندي رفاهية حق التعبير عن نفسي. ده مش رفاهية، ده حق من حقوق الوجود ليك. أنت كإنسان لازم تعبر عن رأيك، أنت كإنسان لازم تقول أنا عايز أقول كده، أنا عايز أتكلم كده، أنا وجهة نظري دي كده. أنا من حقي في السودان ده حق منه، حقنا كلنا. خلينا نقبل نعيش زي ما قال الدكتور جون غرانغ، نعيش كسودانيين. لكن كونه إنه أنا من الغرب ده ما بعيشني في السودان، وأنا من الشرق ما بعيشني في السودان، أنا من الشمال ما حيعيشني في السودان، أنا من الجنوب ما حيعيشني، أنا في الوسط ما حيعيشني، أنا من القبيلة الفلانية العلانية سليل النسب والحسب ما حيعيشني، أنا صاحب الدكتورة. السودان محتاجنا كلنا، محتاجنا من اللي بيبيع أكياس موية درداقة، عامل نظافة، بتبيع خضار، بتبيع كسرة، جزار، خضرجي، طبيب، مهندس، ممرض، دكتور، أستاذ، صنايعي، مبتكر، عالم، ضابط، جيش، بوليس. السودان محتاجنا كلنا، إن ما خدتنا يدينا في يدين بعض ما حنقدر. افتح عينك وما تقصل آخر بعيد عنك، بعينك بتعرف إنه أنا محتاجة لأخويا الزيي، الغبش التعاب المطحونين المأكول حقهم. ثورتنا ما ثورة تركيع، ثورتنا ثورة
وعي أن إحنا ما جياع، نحن ما عطاش، أيوة تعبانين، عندنا ضنك في الحياة، حقي أكل وأشرب، بس ده ما السبب المرقني. الثورة دي مرقت عشان إحنا أبينا نركع، أبينا نتزلى، أبينا يقلبوا علينا حق الحكومة الفاتت، الناس الفاتوا، الحكومة الانتقالية، حكومة منتخبة، رئيس مدني، نحن بنطالب بالمدنية. أنا ما معي سلاح، وما تسمح لزول يغشك تاني، بكرر وحكرر لحد نهاية الحلقة، ما تسمح ونحن بالنادي للسلمية، بالسلمية ضد الحرامية، نجي زول يقول لك اسمع شيل السكين دي أعمل كده، ده زول داري يغرقك، زول داري مقلبك، زول داري دقسك، ما تعمل كده. بكل هدوء بكل وعي أرفع شعارك وأرفع صوتك عالي، لأنه صوت الحق أقوى، أقوى صوت الحق، عيون الحق ما بتنوم، ده اللي عايزين نفهمه ونعرفه ونتكلم فيه. تفتكر عشان يحصل وعي وإدراك كامل وشامل، شنو اللي ممكن يتسلح بيه وشبابنا؟ شنو الميزة اللي ممكن نناقشها؟ ونحن عايز أقول خلينا نتناقش مع بعض، ونحن صابنا ونحن مترسين الشارع، كيف نرفع الوعي؟ بعينك شوف، بعينك عاين، وانت بتحفر خندق، مش جابوا الجريدرات والعربات وشالوا التروس وشالوا الطوبة اللي الناس رصته وتعبت فوقه وليسته وبيضته. طيب أنا بقدر أحفر في الواطن، بقدر أحفر أعتر تاتشر، بقدر أخد مسمار أخدته في خرطوش وتترس كل الحتات وتتقفل. بنقدر ندعي نقول تعال نعتصم عن كل شيء، نوقف كل سبيل للحياة، ما ينعيش صح ينمشي صح. نحن خلينا نناقش بوعي مع بعض ونشوف أنا في راسي في شنو، أنت في طايوقك في شنو، أنت في راسك في شنو، أنت بتفتكر القضية دي ممكن تدار كيف. خلينا ونحن مع بعض نرفع وعينا مع بعض. الفحماية والجمرة إن ولعت خطيتها جنب أخواتها ولعت زيادة، لكن ما تولع براك، أنقل وعيك لزول معك، أنقل ثقافتك لزول معك، أنقل إدراكك لزول معك، أنقل شوفك لزول معك، يستبطن ويستبصر ويشوف التاني. محتاجين بصيرتنا توعى. المشهد قد يكون ملخبط، في زول بيخاف من الموت، في زول بيخاف من تسعة طويلة، في زول بيخاف من الجبخانة، في زول بيخاف من صوت الرصاص، في زول بيخاف من الدانة، في زول بيخاف من منظر الدم ويترعب. محتاجين نعرف انه في بيناتنا فروق فردية تخليني اوعى واعرف انه القصة ما كده، ونحن ما انهزمنا، ونحن ما رجعنا، ونحن ما قلنا الروب، يقولوا هم الروب لحد ما سوداننا يتعدل. عبري عن رأيك، قولي فكرتك، بلاش نخلي الأولاد هم اللي قدام ونحن الجنس النايم. كان قدرنا نزغرد. أنا عايز أقول لك السودان ده فيه تاريخ لأماني ريناس، للكنداكات، فيه تاريخ للرائدات ميرم تاجة، فيه تاريخ لسودانيات حاربوا. وخلينا نقول إنه مهيرة بتعبود ما وقفت نهاية الصف وزغرتت. شغل الحكامات ده، الحكامات بيسخنوا الحماس وبيرفعوا الشباب وبيخلوا الناس تقوم تمشي وتطلع الضاء. أيوة، لكن الحكامة لازم يكون على دور، ولازم تكون في الصفوف الأولى. علي صوتك بالهتاف، صوتك ما عورة. كذبوا عليك، قالوا عليك أنت ناقصة عقل ودين، أنت مخلوقة عوجة شترة، أرجعي ورا محلك البيت، كل اهتمامك كريم وشعر. الموضوع ما كده، الموضوع إنه المرأة السودانية كانت وضربت في الثورة قبل 3 سنين أروع مثل، وحتضرب مثل في الثورة دي. ثقتي فيك حواء السودانية بكل وعي، أنت بتقدري. كيف حتقدري تمثلي نفسك ودورك في هذه الثورة المجيدة؟ خلينا مع بعض وإحنا بنتشارك نطلع فاصل صغير ونرجع تاني، خليكم قراب. راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com. من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
فرحتي. صوت الجوى يرسل أحاسيس بهجتي. مستحيل يا منسى، مستحيل ارحل بعيد، مستحيل 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 يا منسى، مستحيل ارحل بعيد، مستحيل مستحيل. كلامك لي عند الأحزان سعادتي، وعدك أكيد ما انت سر مودتي. كلامك لي عند الأحزان سعادتي، وعدك أكيد ما انت سر مودتي. مستحيل يا منسى، مستحيل ارحل بعيد، www.radiosummer.com. تحية الود والتقدير للناس اللي بتتابعنا، التحية للناس اللي بتشاركنا. خلينا نحيي كل الناس اللي شاركتنا في المرة الأولى وكمان في المرة الثانية. أحب أذكر بسؤال الحلقة لسه قائم، بعيونك كيف شايف الثورة دي؟ بعيونك كيف شايف مجريات الأحداث اللي بتحصل اليومين دي في بلادنا؟ هل أنت على قدر من البصيرة والاستبصار إنك أنت تشوفي بين خطوط النار في سلام ورخاء ولون أخضر جاي؟ تحية الود والتقدير سلم على الأستاذ عبد الله إبراهيم وإبراهيم سابو
وكمان خلينا نسلم على الأستاذ طارق سالم الأحمر البحر، ونحيي ونسلم على الأستاذ حسن مها، حسن مهالة حبابك أستاذ حسن. رأيك شنو في حلقة الليلة اللي بتتكلم بعيونك؟ أعكس لنا وجهة نظرك بعيونك، أرسم لنا، خلينا نشوف المنظر من زاويتك ومن مقاييسك. وهل الشباب محتاجين إنه يرفعوا وعيهم، سواء كان الوعي الاقتصادي أو الوعي السياسي أو الاجتماعي أو وعيه بمشاركاته لذاته؟ شايف الصورة كيف؟ وهل الصورة شايفة غاتمة ولا بنبية وفاتحة ووردية ولا كيف حتكون؟ تحية الود والتقدير لحاتم أحمد، وكمان خلينا نحيي الأستاذ الصادق أحمد، ونحيي حامد مسلين، ونسلم كمان على الأستاذ محسن آدم ود السمري. لكم الود والتحية والتقدير، وشكرا على اللايكات الجميلة، وشكرا على القلوب. شاركوني أراءكم ومقترحاتكم حول الحلقة. التحية للأستاذ أبو رش الصادق أبو، بيقول مساء الورد والياسمين يا أستاذة، فقدناكم كثير، الردة مستحيلة والثورة حتى النصر. انت كده شايف يا أستاذ الصادق أبو رشا أبو صادق أبو، وكده وريني أنت كيف شوفك. هل الشباب على وعي ولا محتاجين نرفع الوعي أكتر؟ هل البنات محتاجين لرفع للوعي أكتر، ولا نحن كبنات وكنساء خانعات؟ كان مات ولدي ولا مات جناي، بقول السودان ما حيقوم عشان جناي يموت. تحية الود والتقدير كمان للأستاذ حسن مهالة، بيقول النصر قدام وهو الآن يلوح في الأفق. حييك وشكرا على إجابتك، وحقيقة أنا بتفق معك إنه النصر جاي، ونحن خلاص ثورتنا انتصرت، لأنه صمدنا مركعيننا بالدبابات وبالدانات وبالجيوش، ونحن صدورنا عراء وبنقول حباب الطلقة. خلنا نقول إنه فعلا النصر لاح، لأنه ثبتنا، ولأنه أثبتنا للعالم إنه إحنا ما 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 عبارة عن شرزمة أو عبارة عن ناس متفلتة أو تفلتات أمنية زي ما بيقولوا عننا. علامة النصر جميلة جاتنا من الأستاذ تويا ود الخير، شكرا لك، بنحييك وبنرحب بأراءك، لك الود والتقدير وإنت بتشاركنا. وعلامة النصر ثلاثية جاتنا من إبراهيم سابو، إبراهيم سابو رسل لنا الثلاثة علامات نصر، وكمان معانا الكينج جابر. الكينج جابر بيقول لنا شكرا لك وشكرا على الدعوة، وإحنا مبسوطين وسعيدين بأنك أنت بتكون بتتابعنا وبتتابع فعاليات برنامجها، ونحن حلقة الليلة بعيونك. نقول لنا الصورة أنت شايفها بعيونك كيف، سواء بعيونك وإنت في أرض الواقع أو كنت برا السودان. خلنا أقول كده إنه الطيور المهاجرة والناس اللي كانت برا السودان بيعتصروا ألما ووجعا وشوقا وتحرقا، إنه ياريت كان كنا هناك. أصل السودان عايش جوانا، ما قدرنا نعيش فيه أصلا، مشحتفين بشحتافة في الروح، بتقول بتين نرجع ومتين نروح ونرجع غادي ليه بلدنا حقيقي. أحيي الزميل الأستاذ الرائع هيثم حسن لالو، حبابك، لك الود والتحية، مساء ورد وحب وتقدير لك، وإنت تزين سماءات وصدر فضاءات لمح الضي، شكرا لك حباب الطلة. ورينا يا راكز يا أصيل يا حربي، ورينا أنت شوفك شنو بعيونك، كيف قادر تشوف بعيونك، كيف قادر تشوف وعي الشباب بثورة وبالمقدرات والمكتسبات الأسي وصلنا لها؟ هل نحن وصلنا شيء؟ هل أنت قاعد تشوف يعني أنت رأيك شنو زي رأي الشباب إنه إحنا انتصرنا ولا لا؟ طارق سالم الأحمر البحر قال لنا قدام يا راكزين، نحن من خلفكم، ونحن ذاتنا راكزين. شير لكل الحلقة، شارك أصحابك، شارك المجموعات اللي بتقعد فيها، في إنه إحنا حابين مع بعض نشوف بعيوننا ثورتنا أخيرة وين. هل نحن على وعي وإدراك بكمية التضحيات والبذل والعطاء اللي بذله؟ الثورة دي جات ولدت ثورة تانية قبل 3 سنين طلعنا فيها. أستاذ طارق سالم قال لنا أنا شايف النصر لاح وفجره أشرق، أجمل عبارة حقيقي، أضم صوتي لصوتك أستاذ طارق وإنت بتقول إنه الثورة لاحت. تحية الحب والتقدير للأستاذة الإعلامية الصاعدة بقوة الأستاذة
إيناس إسماعيل بدر على مجموعتنا على الواتساب بتقول إنه مساء الخير أستاذ ابتهاج ومساء جميل على كل الفريق العامل براديو سمر المميز دائما. قالوا لو المرء يقف خليني وأنا بقرأ عفوا لتقطع الإنترنت خليني أرجع أقرأ الرسالة وقت تاني. تحية الود والتقدير لكم. خليني أرجع أذكر رسالة الأستاذة الإعلامية إيناس وهي بتتابعنا في حلقة الليلة وبتشيد بالحلقة. أكيد عندها رأي وأنا يتهيأ لي رأي, يعني هو الرأي الوحيد المقدر اللي بيمثل كل الكنداكات لأنه ما شايفة البنيات حباً يقولاً هم شايفات نفسين كيف ولا نحن مدسوسات وداخلات جوا. تحية الود والتقدير لكل الناس اللي بتسمعنا كتير. خلينا نشوف إنه في الوقت ده هل نحن كشباب وكشابات محتاجين لإنه إحنا نفتح عيوننا وإدراكنا ونشوف مقدرات الثورة دي بشكل أو بآخر. شايفة الصورة كيف؟ أنت راسمة كيف؟ رأي وردنا من الأستاذ الزميل علي. علي بيقول إنه محتاجين يكون عندنا الكثير من الوعي داخل الشباب في المجال السياسي والعمل والتطوع أيا كان للمرحلة الجاية والنصر لاح. خلينا نقول إنه فعلا عادة الوعي عند الشباب بيكون مرتبط بعوامل كثيرة, من ضمن العوامل دي معرفة الشباب وإدراكهم والمعلومات البسيطة اللي بتجيهم. فأنا عشان وعيي يكون واضح وعشان أستبصر محتاج إنه أنا أزيد معرفي, يعني محصولي المعرفي, ما أعتمد على مصدر واحد أقيس عليه حاجاتي, حتى ما أعتمد على مصدر واحد في إنه أنا أقيس بيو أنا ماشي على وين. فأنا محتاجة إنه معارفي ومداركي تتوسع, كل ما يكون عندي معرفة إدراكية متوسعة بالحاصل أنا وعيي بيرتفع وبالتالي العملية عملية طردية. طردية كيف؟ يعني كل ما زادت المعارف عندي كل ما زادت إدراكي ووعيي. ليه؟ لأنه أنا المعلومة بتأكد منها بمحصة بحللة بزيدة. وحصلت في اليومين الفاتو ديل إنه في سؤال قال لي ما اسمعوا يا جماعة تعالنا شيل سراح. طيب يا أخي إحنا ما وصونا في اللجان وقالوا لينا اللجان بتاعت المسيرات وبتاعت المواكب قال لينا ما تشيل أي شيء, ما تشيل معك أي آلة حادة. في ناس بتسعى إنها تشوه شكل الثورة دي, فأنا بوعيي وبعيني الفاحصة فحبدأ أنتبه أشوف الزول ده, هأسمعه بعيني وأشوفه بعيوني, هسمعه بأضاني وأشوفه بعيني وأدركه بحواسي المعرفية في إنه الزول ده هم وبقول كده إمنيات واتجاه. وهل الناس القائمين والقادة والأشرس والناس اللي بيحركوا المواكب المشرفين ممكن يقولوا للزول سلمية وتاني بهنا يجي يقول لنا شيلوا حاجات أضربوا؟ لا, ديل ناس عايزين لصوص, ديل لصوص ثورة بيحاولوا إنه يصادروا مننا كلمة سلمية. ما إحنا سلاحنا سلمية ضد الحرامية لأنه السلاح ده ما عندهم. والحاجة الثانية خليني أقول لك إنه مرات بيستهدفوا يضربوا الزول اللي بيكون بيهتف أو الزول اللي بيكون رافع الشعارات, فهم يبدوا يقولوا عليه كلام كعب أو يشوفوا لهم مثلا صورة بيت يقوم يقولوا البيت دي ما لابسه كويس. دي كلهم بيسعوا إنه يشوهوا. فخليني أنا بعيني بعيونك شوف ومحص الحق وفلي وتأكد منه وكون بوعى وتحليل قوي للصورة. مرات إحنا كثيرين بنعيش في حالة فقر معرفي سياسي, يعني الزول ما بنكون عارفينه ولا عارفين انتماءاته والحاجات دي بتكون ناقصة لأنه أساساً المجال السياسي والمعترك ده مطبخ قذر قد يكون الليلة كده وبكرة يظهر بوش تاني وفي ناس حتطلع تتلب في رقبة الثورة دي. فإحنا عايزين نقول لا, نحن كشباب واعيين ما حننخرط في أي حاجة تقلل من مدى معرفتي الثقافية والوعي. وعايزة أقول إنه أنحنا خلينا نشدد ونتأكد من المجموعات اللي أنحنا فيها لأن في مجموعات كثيرة وهمية مضروبة, في جداد إلكتروني كثير, في ناس كثير أنشأوا مجموعات الهدف منها تضليل الشباب, في ناس كثير الهدف
إنه يقللوا حماسكم، يصيبوا تماسككم، يصيبوا النسيج الاجتماعي المتضامن. السودان على فكرة كله اتفق قال لا، حتى الناس كانت في فترة من الفترات مع الحكومة قالت لا احنا ما معها. خلنا أقول إنه الثورة دي ما ثورة قحاطة ولا ثورة حكومة يعني معينة، الثورة دي ثورة شباب، ثورة جميلة. تحية كمان أجدد الترحاب يعني من الإعلامية الرائعة في رسالتها عبر الواتساب، بتقول بيقولوا للمرأة لو بقت فاس ما بتشق راس، حقيقي صدقتي، لكن نحن في ساحات الاعتصام ونحن ثورتنا المجيدة سكتنا سكتنا المشاكل وأثبتنا إنه المرأة مش خلف الرجل. شكرا لك، وحقيقي أنا متأكدة إنك كنداكة وثابتة وشفت صورك وقت الاعتصامات الفاتت. خليني أقول إنه المرأة مش هي خلف الرجل، لا هي جنبا إلى جنب. بتواصل رسالتها بتقول مع الثوار نحن بنشق راس القمع. تحية لك يا كنداكة يا راكزة، وبنرفض الظلم ونرفع راس شبابنا بالتكالف وبحب من غير مخالف. وأنا أفتكر إنه دورنا إنه دورنا كبير، بتقصد إنه دورنا ده دور كبير وبيحب كتير، لكن حيستمر وكمان تسقط بط بس تسقط بس وتسقط بس وتسقط لما تتزبط. تحية الود والتقدير لك يا الأستاذة الإعلامية الرائعة أستاذة إيناس، وإنتي مناضلة وأنا يعني بعرف قدر شنو ثباتك. وعلى فكرة الميدان داير نسوان يكونوا جامدات، نسوان بقلوب من حجر، بقلوب صامدة، المرأة بتقدر تلعب الدورين مع بعض جنبا إلى جنب. نواصل الجزء اللي احنا قلناه، خلينا ونحن في اللمحة دي انه نسعى انه نعمل فحص وتمحيص لكل المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، لانه دي لها دور فعال في إثراء الوعي الشبابي الثائر. يعني انت ما هي معلومة تقافي الانترنت تقوم تشير مثلا، ممكن يقولوا عادي يعملوا لهم حسابين ثلاثة ويقوموا يقولوا بكرة المسيرة اتلغت، او غيرنا رأينا بدل ما ماشيين من الميدان الفلاني ماشيين من الحتة الفلانية، ماشيين بيت البك الفلاني. الموضوع ما كده، الموضوع انه من خلال تجربتنا ومن خلال ممارستنا للعمل الديمقراطي والتعبير عن حقنا كناس بقينا واعيين. والكتاب كتير بيعلمنا انه نكون عندنا حكمة الحياة وبساطة الحمائم. عايز اقول لك انه قدر كده الكتاب بيقول لنا انه غياب الوعي عندنا بيخلي انه احنا نفتقد لوقفتنا الاساسية، وحسنا بالاخر بيخلينا يكون مربوط بتفاصيل تانية اراد لنا العدو، وكده نفذنا الحاجة اللي هم دايرينها. ومن خلال خبرتنا التراكمية في تاريخ العمل السياسي الطويل داخل السودان بقينا عندنا وجهة نظر فحصة ومحصة، وده بيأكد بشكل واحد إنه شبابنا بقى واعي، لكن عايزين نوعي الزول اللي ممكن ينجرف تحت أي تيار. خلينا نقول إنه قضايا اللي طلع منها الوطن قضايا كبيرة وقضايا مصيرية. خلينا نقول إنه الشباب بشكل أو بآخر قرروا إنه يفتحوا مسارات للأمل، مسارات للضياء. الشباب بشكل أو بآخر قرروا إنه يزحوا بعيد عن الاختلالات الممكن تحصل والعطب السياسي الممكن يحصل والشكل اللي ممكن الشباب يخليه يرجع ورا. خبرتنا في الثورة الفاتت زي ما شاركتنا الأستاذة إيناس قبل شوي برسالتها، إنه هم من هناك المرة سنت أسنانها وعرفت إنها هي ما في الصف الورا، هي ما ورا الراجل، لا هي جنبا إلى جنب. وكان أيقونة الثورة على فكرة امرأة لابسة توبة بكامل حلتها. أنا عايزة أقول إنه التحية لكل امرأة سودانية لعبت الدورين مع بعض. الله أدى المرأة جانبين من الحياة إنها تعملهم مع بعض، ما بتتنازل عن حنيتها عن أنوثتها عن طيبتها عن رقتها، وفي نفس الوقت عندها بمكان من الاتزان إنها تكون صلبة وقوية وصنديدة وتقدر تعمل العجب. لا إحنا فاس وبنكسر رأس. أضم صوتي إلى صوتك العزيزة الغالية الأستاذة إيناس. خلينا نقول إنه تجربتنا في المرة دي تجربة بتدرس، ليه؟ لأنه أنا بفتح أفاق لمعرفتي إنه أتأكد من مصادر المعلومة وأشوفه وأمحصه وأعرف أنا قلي منه، وما أتغشى تحت أي بند أو أي مسمى أو أي طرديات بين قوسين. خلنا أقول إنه تمثيل الشباب المرة دي
فيما يتعلق بالحكومة الجاية حيكون تمثيل قوي جدا يفوق الطرديات اللي حصلت في الحكومات السابقة. وبالتالي نحن بعيوننا بنعرف نحن دايرين شنو، لأنه نحن أصحاب الوجعة، لأنه إحنا أصحاب الفجعة، لأنه الماتوا شباب. لاحظتوا شباب؟ الماتوا شباب فعلا، الماتوا شباب، أضحوا أطفال، أضحوا مراهقين من بداية الثورة في ديسمبر، ثورة ديسمبر المجيد قبل 3 سنين. عايز أقول إنه المعدل التراكمي من الإرث ومقدرات الثورة ومكتسباتها ما حنخلي يضيع. نحن انتصرنا وحننتصر، نحن حننتصر وحنكون قدام، وبنحلم بسودان يعيش فيه الشاب السوداني والشابة السودانية مرفوعة الرأس، لأنه هو كان جزء من عملية تغيير اللي قاعد تحصل. وأنا عايز أقول لك افتخر إنك أنت بعيونك شوف نفسك بكرة، بعيونك شوفي نفسك بكرة وإنت في البرلمان لك تمثيل. لازم يكون في تمثيل للجنة الشباب، مش لجنة الشباب يجيبوا فيها زول فوق 40. لجنة الشباب تجي الشباب ده ما عنده عمر، يعني من العشرينات لحد نهاية الثلاثينات ديل شباب. لكن ما ممكن انت لجنة الشباب الحالي اللي كانت فاتت ديك تجيب فيها زول 40، ده ما بيمثل صوتي. جاي عايزين تمثيل لينا في البرلمان. بعيونك شوفي ده زول بيلبس زيك وشكله زيك وشعره زيك، زول بيلبس زيك وشكله زيك وكلامه زيك ومصطلحاتك زيك، زول جاي من الشارع السوداني، من عصب نسيج الشباب، يختار الشباب وينضموا حوالين الشباب ويلتفوا حوالين الشباب. شوف نفسك انك انت الزول النموذج ده، شوفي نفسك انك انت الزول النموذج اللي بتمثلي الشباب السوداني في كل حتة. ده الدور ده ما بيجي سعي، انت اللي حتعملي وترسمي صورتك لبكرة. بعيونك شوفي بكرة، بعيونك شوف بكرة، ونحن مع بعض اكيد حنوصل لبكرة مشرق. تحية الود والتقدير لكل الناس اللي انضمت لينا الآن عبر الأثير. نطلع فاصل صغير ونرجع تاني، خليكم قراب. من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك. غفر ذنوبي
حياتي بس لتسبيحك. انت لي اعظم رفيق يا يسوع، في كل دينك ابدي انت لي معين. انت لي اعظم رفيق يا يسوع، في كل دينك ابدي انت لي معين. انت لي معين. احلى البرامج والالحان تعبر عن دول السودان على راديو سمر. تحية الود والتقدير، بنجدد الترحاب بكل الناس اللي بزالت بتتابعنا وبتثني وبتشيد بالحلقة. تحية مليانة حب واحترام للناس اللي ما قدرت تشارك معانا ولا حتى تقدر تشاركنا بعيونهم، هم شايفين شنو، شايفين بكرة في شنو في السودان. التحية لكل الناس اللي شاركتنا، تحية الود والتقدير. جاتنا رسالة من عبد الرحيم مهجو. عبد الرحيم مهجو بيقول إنه رأيكم جميل، ولكن السودان يحتاج إنه إحنا نقعد ونرفع الوعي أكتر مما إنه نطلع ويكون في مظاهرات بالشكل ده. نحترم رأيك ونحترم قرارك أستاذ هجو، لك الود والتحية والتقدير والعتبة لو ما علقنا حتى في رسالتك. تحية الحب والتقدير كمان للناس اللي بتتابعنا ومشتركة معانا وبترسم صورة لبكرة. في الجزئية دي حابة أتكلم عن جزء من الحالة الشعورية اللي بتتكلم على الشباب، إنهم في جزء من الشباب ما كلهم جواهم إحساس بالإحباط وبخيبات الأمل واللاجد، وبالذات لما تفقد عزيز عليك داخل المظاهرات، وده بيحسسك بإنه يخ ما فلان مات وفلان مات، يخدل ما منهم فايدة، حييجوا الكبار وتاني يمسكوا الأمور. عايزة أقول لك لا، أيا كان شكل الصورة كانت غاتمة كيف، نحن عندنا المقدرة نصلح الصورة المقلوبة مرة واثنين وثلاثة، ونثور مرة واثنين وثلاثة، وننتفض مرة واثنين وثلاثة، ونخضع البلد لحالة عصيان مرة واثنين وثلاثة لحد ما تتزبط، تسقط لحد ما تتزبط. ده واحد من الحاجات اللي المفترض نعبيها ونعرف انه ده بيكلفنا الكثير. اي نعم في حالة من الشعور بالخيبات الامل، وتحس انه يا اخي دي ثورة وكل شوية الناس بتطلع ثورات. ده جاينا من كسر المجاديف، ده جاينا من منه، جاينا من الناس الأساسا هم ممكن يكونوا ضد الأمر ده. انت ما دار تطلع خليك، لكن رأيك ملزم لك انت. فأنا عايزة أقول إنه كل الدول وكل الشباب وكل الناس اللي نعمت بسماء الحرية كان بمشاركة واعية وجادة ومسؤولة. مسؤوليتك إنك تفتح عينك بعيونك انت، شوف الصورة بكرة وتحرك عليها. إحساسك وعيك بالحاضر وبالمستقبل وبيبكرة أنت بتسهم فيه من الآن، ومن دورك إنه بعد ما نحن ننتصر وبعد ما تجينا ونحقق المطالب القصوى اللي عايزينها كثوار، دوري أنا بيكون في المشاركة في المجتمع، بيكون بواحد اثنين ثلاثة. خلينا نقول لأي زول بيجي بيقول يا جماعة اسمعوا، السلمية ما معناها تكسروا الزلط وترموا ديل. الناس ديل حابين نقول لهم مقدرات الوطن دي كتيرة، ما زلط وشوارع وأرصفة. والحاجة الثانية، ليه بيتهم هم مبني وأنا بيتي مهدم؟ في ناس كتيرة يعني بتهمها شكل الوطن، ما بهمك الدم اللي تدفق قصاد الناس ديل. وينهم المفقودين؟ وينهم الشهداء؟ وينهم حقهم؟ وينهم حق الناس اللي استشهدت؟ قبل ما تتكلم عن الأرصفة والمتاريس والكده وتقول ده ولا حاجة، لما الوطن يتضبط حيرجع يتبني. اللي بيبنوا بيه والشوارع والأسفلتات وحبة الأنوار والحاجات الخطوة دي حاجات بسيطة جدا من آخر براميل مقدرات الوطن اللي اتنهبت. الناس دي بنت قصور برا وممتلكات برا وقلاع صناعية وثروات برا، لكن الغبش التعابة ديل ما عندهم شيء. وأنا
عيني على سودان، السودان اللي بحلم بيه. فكونه انه احنا نحجم عيون الشباب، الرساله للكبار والصغار، الرساله للناسنا الكبار اللي في السن مثلا يقول لك لا 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 ما تخليهم يمشوا، لا 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 بيموت، لا لا دي ده دوره، دوره حاليا انه يشارك بده. بل بالعكس انا كأب علي انه اشجع بتينا تطلع المظاهرات وتطلع وتمشي واقف ليها. ممكن أعلمها كيف تحمي نفسها داخل المسيرة وداخل المواكب، كيف إنها تكون ماشية مع أوساط ناس بتعرفهم وهم بيعرفوها، كيف إنه تكون ماشية جنب أخوها، لكن ما حقق معها على أساس إنه بكرة هي تقعد في البيت ويحكوا لها الناس هتفوا وقالوا شنو. إحنا عايزين نكون نساء فاعلات، بنات فاعلات، أمهات فاعلات، أخوات فاعلات داخل الثورة. خلينا نقول إنه إحنا ما بنشوف بعين سحرية، ونحن ما في يد الثورة عصا سحرية، لكن الثورة طلعت لمطالب وطنية ولقضايا أساسية قوية مهمة جدا لي وليك. ومن بكرة إحنا عايزين إنه الموضوع ده يتدرس في مدارسنا، إنه أنا من حقي إنه أرفض أي شيء، من حقي أوعى بوطني سياسيا وبعيوني أشوف بكرة اللي بحلم به. عايزين نقول إنه مهما كان في أعمال وفي غياب للوعي بالحاصل وإدراك للموضوع، وما في لجان بتاع التنوير وطرح مواضيع وبرامج، بالرغم إنه ما في الأمر ده، لكن محتاجين إنه نحن نقول للشباب، الشباب نحن نقول للناس الكبار، ورونا أنتوا إذا بقيتوا هناك في مكان اتخاذ القرار هتعمل شنو، على صعيد مستويات عليا في الدولة هتعمل شنو، الشباب وينهم، هل مدمجين في القطاع في يعني في كل القطاعات الحيوية الإنسانية ولا لا؟ أنا محتاج إنه أفهم ده. والناس اللي بتدخل وتدرس اقتصاد ولا بتدرس علوم سياسية ما الهدف بس السياسة لأجل ممارسة العمل السياسي، لا، لكن الهدف منا إنه أنا محتاج أرفع وعيي وإدراكي بكل ما يدور. محتاجين نعمل برلمانات شبابية وقيادات واعدة في المدارس، ابتداء من المدارس ومن الكليات ومن حتى في رياض الأطفال، لو كل زول قاعد وعبر عن رأيه، إبداء الرأي والوعي بمسؤوليتك وصوتك وتمثيلك ده بتبدأ بيه من وانت صغير، ما لما تكبر بتبدأ بيه من بيتكم. لو انت بتقول رأيك فيما تأكل فيما تلبس جوا بيتكم هتتعلم تقوله ده. طيب أنا أمي ما علمتني وأنا أبوي ما علمني، طلعت برا هعيش في نفس الجلابية حقت أبوي ونفس توب أمي؟ لا، بعيوني هشوف أنا نفسي بكرة، بعيوني هشوف نفسي في الصورة الصح، بعيوني هشوف قدر شنو إنه أنا لازم أستمر ولازم عطائي يكون أفضل وأفضل. تحية مليانة حب وتقدير للناس اللي 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 قدر ما كان بتتكلم عن 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 وعيها، وقدر ما كانت بتتكلم عن عن إدراكها بتفاصيل بتفاصيل التفاصيل، لكن خلينا نقول إنه نحن محتاجين إنه إحنا نرجع ورا من غير هوادة، من غير ما نساوم على خلاص الموضوع انتهى وتعبنا من الجري وتعبنا من المواكب ودايرين نحلم طوالي. الحلم عشان يتحقق وتشوف الصورة لازم تعيشوا أمل، والأمل بيحتاج عمل، والعمل بيبدأ من يوم الليلة. فوعيك وإدراكك عنده تمن، تمن ما بيقبل إنك تراجع فيه، ما بيقبل إنك تهاود فيه. بعيونك انت هتشوف صورة بكرة وتتمسك بالصورة دي، تكون دي شغفك، تكون دي هدفك. وخليني اقول انه نحن شبابنا محتاجين بعيونهم يعيدوا النظر في كل تفصيلة صغيرة وكبيرة رجعتنا كان لورا، ما حنرجع لورا. النور عنده تمن، حتى النور عشان يطلع ويشيل الظلام محتاج انه احنا نقيف ونثبت، لانه الناس اللي بتشيل المشاعر دي قد تتلسع، قد تتحرق، قد حاجه توجعها، في الم عموما، في كل ولاده في الم، وفي كل فجر في لحظات حاسمه بتفصل بين النور وبين الظلام. خلينا نقول انه شبابنا ايا كان الحاجه اللي هم يعني ايا كان الحاجه اللي هم بيحلموا بها، بس نحن محتاجين انه احنا يعني نفكر بشكل او باخر، ان احنا نسعى جاهدين، نسعى بتفحص بتمحيص، ان احنا نرفع وعينا المعرفي والثقافي والخبراتي في انه انا ما في زول يغشني، بانه انا زول عندي
نظرة ثاقبة للأمور بتفحيص بهدف. أنا ماشي ضمن فريق أتعلم النظام ذاتي وأنا بيقودوني في موكب أو في مسيرة. والناس اللي بيقول لك ما تكسر وما تحرق يافطة وما تعمل كده, هي مقدرات الوطن بس يافطة ورصيف وكده, أحرق يا زول وأعمل أي شيء طالما إنه ده بيوصلك. أنا ماشي, أنا ما بحرق مبنى, أنا ما بكسر لي بيت زول. أنا واقف في الشارع ده والشارع ده حقنا, بكرة بعد بكرة حيتصلح, بكرة بعد بكرة حيترصف. لكن مصير الشعب السوداني أكبر من المقدرات البسيطة دي. نحن بالنادي بالسلمية, بالنادي بأنه إحنا بكل وعي حضاري نرفع يافطة نكتب فيها الحاجة اللي إحنا دايرينها بتمثلنا كمعلمين كممرضين كشرائح ضعيفة كعمال. هأكتب في كرتونة في يافطة هأرفعها وهأهتف بالنشيد. وإنت طالع من البيت حاول شيل لك قزازة موية, حاول شيل معاك من البيت مثلا أي شاشة أو قطعة نظيفة لو زول جرح لو زول اتضمد. ليه؟ لأنه حاليا في رفض لاستقبال للجرحى وللمصابين. فأنا ممكن أساعد زول, أنا ممكن بالبسيط الزير الكبير نواية بلحة بتسنده. فأنت ممكن أنه أنت تشيل معاك مطهر معقم أي محلول في البيت منزلي يتعمل, ممكن تشيل معاك شاش قطن قطعة نظيفة ضمادة. أنت لو بتعرف في الإسعافات الأولية درب زول تاني, لو بتعرف في كيف تسعف زول مكسور درب زول تاني. خليك واقف في الخطوط الأمامية, وري المهارات الموجودة عندك والخبرات والمواهب واللي أنت بتعرف تعمله أكتر من أنا ما بعرفه. أنا زول مثلا على سبيل المثال مثلا اشتغلت في الإسعافات الأولية, بقدر أعمل لزول تنفس صناعي بإمكاني أنقذ زول. أنا زول بعرف أسعف الجروح والكسور, بإمكاني أقف في الصفوف الأمامية وأقول إني أنا متاح. أثق في أنك أنت الناس اللي قاعدين في دائرتك البسيطة العشر اللي حوالينك أثق فيهم أعرفهم, حتى وانت طالعة مظاهرات أو طالعة في مسيرات أو في مواكب عشان ناس البيت يخلوك تطلعي بكرة تاني. لازم تحافظي على سلامتك على أمنك, لازم تكوني موجودة في الخطوط اللي فيها حماية. وعادة الشاب السوداني ذكران, خليني أشيد بكل شاب سوداني الماشية في الشارع دي هو ما بيعرفها لكن ما قاعد يرفع عليها صوت. أشيد بالشباب اللي شايفين البنات وبيعرفوا يحموم, ولو العساكر زربت هم بيقيفوا وما بخلوه يضربها ولا يدقها ولا يجر منها شنطته ولا يخلع لها طرحته ولا يهزئها. خليني أقول إنه حتى كم ما قدرت خلاص أضعف حاجة, صور الموقف ورسله وشيره وخلي الناس تعرف وتفضح كل أعمال القمع وأعمال اللي انت شايفه بعيونك. بعيونك انت شايف ظلم, بعيونك انت شايف قهر كده. خلينا نقول انه قدر شنو, انه كثير مرات يعني احنا بنكون ما قادرين نشوف الصورة بوضوحها, لكن الكتاب بيوصينا انه احنا محتاجين نستبصر ونستنير بعقولنا ونستنير بأذهاننا ونجدد فكرنا عن كل فكرة قديمة. لو الأفكار بتقول لك أنت حتفشلوا ما منكم فايدة لا 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 لا, الآية قالت كده مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجده ميراثه في القديسين. يعني أنت لازم تجدد ذهنك وفهمك وشوفك عشان تعرف الله هدفه منك شنو ومن وجودك في هذه الأرض شنو, وتعرف إنه أنت لمن تسلك بالقداسة. خلينا نقول إنه البنات كثير بيكونوا هم عرضة للتحرش وعرضة لأنه زول يقول لها كلمة نائية أو كلمة كعبة. خليك أنت وإنت طالع حتى لو عندك أي هدف أو أي برنامج تاني, ما برنامج إنك طالع بالهتاف, عيش وإنت في رحاب الثورة وفي حرم الثورة بكل أدب وفخر والتزام ورقي في أخلاقك. ليه؟ لأنه في ميراث للزول اللي بيعيش في القداسة. خلينا نقول إنه ما كل الناس مع بعض, وفي ذئاب مندسين في وسط الحملان ولابسين تيبان حملان. أنا عايز أقول لك أفتح ذهنك, نقي بصيرتك, جدد طايوقك, واعرف إنه أنت لازم تعيش بفهم, تعيش الليلة لكن باستنارة.
كده كان بيعلمنا القديس بولس في الرسالة لما رسلها لأفسس. وخلينا نقول إنه الكتاب دائما بيعلمنا إنه إحنا من شاكل الدهر، لكن طلب مننا نغير فهمنا. أصل التغيير لمن يحصل في المخ بالوعي وبالاستنارة وبالتعليم وبالمعرفة، بيحصل نوع معين من الفجر الجديد، نوع معين من الإشراق والاستنارة. دعوة لك ودعوة لي من راديو سمر، ودعوة لك إخيتي القاعدة، ما تدسي تحت، أرفعي صوتك، أنت سودانية حرة قوية، أعرفي هدف حياتك في ظل الظروف الحالية، جددي فكرك، غيري الطريقة اللي أنت كنت بتتعاملي بها وقت الزمن الفات، وكوني جزء من الناس اللي بيسطروا تاريخ السودان بأقلام من نور. خلينا نقول إنه الله طالبنا دائما إنه إحنا نسلك بالحكمة، نسلك بالاستقامة، نكون عندنا الحكمة والحرص، وتكون عندنا البساطة. في كل دعوة وفي كل وقت بيدعونا بيقولوا لنا تعالوا وامشوا واطلعوا وقولوا وسووا، ده واحدة من الحاجات اللي بتخليني أشغل طايوقي. العين عضو بيشوف قدامك، لكن الذهن بيشوف ما وراء الأشياء، بيشوف بين السطور، بيشوف في الظلام نور، بيشوف في العتمة سكة، بيشوف في الكتمة شباك يفتح مصرع البيبان. تحية الود والتقدير كتير لكل الناس اللي بترسل ولكل الناس اللي بتشارك عبر مجموعتنا على الواتساب. خليني أقرأ بعض المشاركات اللي وردتنا من مجموعتنا على الواتساب ونحن بنتناقش في حلقة الليلة اللي بتتكلم عن إنه أنا محتاج إنه أنا أفتح عيوني وأفتح ذهني وأفتح شكل الطريقة اللي أنا بتعاطى بها لكل المعطى قدامي، وما حأسلك بشكل فضفاض. كمان الأستاذ سموال بيقول لنا أنا محتاج إنه أسلك بالبصيرة وأسلك كشخص عندي النور، وأطلب من إنه الله يديني استنارة حرة. تحية الود والتقدير كمان بالرسالة لكل الناس اللي موجودين على مجموعتنا على الواتساب، الأستاذ أحمد ديقول وأديوب بتشيد بالحلقة، وكمان الأستاذ أمير وهبة، التحية لك والتحية للشماسة روز وهي بتابعنا، التحية لأحمد عبد الرحمن، وكمان تحية الود والتقدير من الأستاذة ومربية الأجيال الأستاذة إخلاص. أم عبد الله بتقول إنه شاركت في الثورة لكن هي تعبت ولقت إنه نساوين الحلة مرات بتخازلوا وبينظروا بعين أقل، ما حابين النساوين يشاركوا في العمل الوطني الكبير. تحية لك أم عبد الله وإنت بتشاركينا، وتحية الود والتقدير، وعايزة أقول لك كوني إنت أيقونة، أسرعي في نساوين تاني حتلقيهم قدام وحتلقيهم معاكي مستنيرات عيون أذهانهم وبشوفوا بعيونهم بكرة أجمل. تحية الود والتقدير كمان لتيسير والأستاذ رياك وفيليب جيمس، لكم الود والتحية والتقدير وأنتم بتتابعونا على مجموعة الواتساب. التحية للراكزة في فرنسا الأستاذة مها طبيق وهي بتتابعنا عبر حلقة الفيسبوك، عبر صفحة الفيسبوك، ومرسلة لنا لايك كبير كده. شكرا لك يا أستاذة مها، تحية الود والتقدير وأنت بتحلمي ببكرة أحلى وأجمل. ونحن في خواتيم حلقة الليلة ناقشنا حلقة بتتطرق إلى كيف إنك أنت بعينك تشوف السودان وتشوف النصر وتشوف الفجر وتشوف النور، وتشوف إنه أكيد بعد كل الزمن ده، بعد كل التعب والتضحيات دي، أكيد حنسلك ونمشي ونعيش في نور، وفجر الثورة أكيد جاي. حتى لو الليل طول لابد ورا كل ليل يجي صباح، دي حقيقة من حقيقيات وبديهيات الحياة. الناس اللي كانت بتسمعنا أشكركم حضورا أنيقا في حلقة الليلة اللي تناقشنا فيها حول بعيونك شايف بكرة كيف، هل في إحباطات ولا لا، وتناقشنا إنه كيف الشباب يكون عنده وعي في مشاركته الفعلية بالثورة، وعي إدراكي سياسي للمرحلة الجاية،
وقلنا انه مقومات الوعي دي بتزيد كل ما انا حصلتي تكون في معرفة اكتر, وكل ما يكون في تمحيص وتدقيق للمعطى الموجود قدامي وانا حاحكم. وقلنا انه لازم نمتلك العقلية اللي بتنقد وتفحص وتمحص وتدقق في كل ما يرد إليها. الناس اللي سمعتنا شكرا لحسن استماعكم وحسن إنصاتكم. أشجعك عزيزي المستمع إنك تترك تعليقك حول موضوع الحلقة اللي كان عنوانه بعيونك. أترككم في أمان الله وحفظه, إلى جديد اللقاء وكونوا بخير. أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر. راديو سمر, كلمة صادقة دون تزييف. من بعيد بحب رجينا.